انا زهقت بصراحه من الاكل اللي باكله كل يوم بالذات في الصيف، فنفسي اكل ايجن فود، فبتحدى فود توداي يعملوا لي نودلز بقى او حاجه ايجن. طلبت من فود توداي يعملوا لي ريسبي ايجن، وعملوا لي تشاينيز ستير فرايد نودلز خطيره، طعمها حلو جدا. لو عايزين ريسبيز جديده مختلفه اسالوا فود توداي.